السلام عليكم الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم حلول الكهربائية. معكم نور الدين البازي، تقني عالي في الإلكتروتكنيك والكهرباء الصناعية، خريج المدرسة العليا لتكنولوجيا بالدار البيضاء. قبل ما نبدأ هذا الفيديو الإخوان، كنبغي نشكر الناس اللي كيشجعونا، الناس اللي تيكومونتي، وكذلك الناس اللي تابونا في لاشين. غادي نبدأ معكم الإخوان واحد السلسلة ديال لي ديماراج دي موتور أكورون ألتيرناتيف. في كل فيديو إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الديماراج، غادي نشوفوا لو شيما دو بويسونس ديالو، لو شيما دو كوموند، وكذلك يعني غادي نهضروا على لي زاباراي الكتريك اللي كيتستعملوا في كل ديماراج، الدور ديال كل اباراي، وكذلك يعني كيفاش نختاروا هذا لاباراي هذا. فبقوا معنا الاخوان. فهذا الفيديو هذا غادي نشوفوا اسهل ديماراج، يعني اللي هو لو ديماراج ديريكت. فاش كنعنيو الاخوان بلو ديماراج ديريكت، يعني بكل بساطه كندوزو لي فاز نيشان الموتور ديالنا. دابا غادي نشوفو الشيما دو بويسونس ديالو، وكذلك لو شيما دو كوموند. اول حاجه عندنا لا سورس ديالنا، فاز 1، فاز 2، فاز 3، وهنايا عندنا الموتور او لا المحرك، المحرك ديالنا. اول اباراي كاين في الديماراج ديريكت الاخوان هو يعني لو سيكسيونور بورت فيزيبل. سيكسيونور بورت فيزيبل اللي هو لاباراي دو بروتيكسيون، يعني ديال الحماية. الضوء ديال الإخوان كيحمينا من اش، من لي كور سيركوي كنسميوه كيو ان. المهم السمية ماشي مشكل، على حساب كل واحد شنو كيسمي. يعني هذا الدور ديالو كما قلت لكم، كيحمي الموتور ديالنا، وكذلك يعني لارموار ديالنا من لي كور سيركوي. هذا هو الدور الوحيد ديال ان سيكسيونور بورت فيزيبل. من بعد هذا كيجي يعني اباراي دو كوموند اللي هو اهم حاجه يعني في لارموار ديالنا، اللي هو لو كونتاكتور، اللي كيتسمى غالبا الاخوان في لي شيما الكتريك، يعني في لابراتيك كيتسمى غالبا كام 1 كام 2 كام 3، على حسب شحال من كونتاكتور كاين يعني في الشيما ديالنا. هذا هو لو سامبول ديالو، ديما الا شفتي هذه العلامه هذه عرفوا انه سي تا كونتاكتور. من بعد الكونتاكتور كنعرفوا ان الموتور ديالنا الاخوان خصنا نحميوه من 3 ديال لي ليفو اساسيين، واللي بغى يعني يزيد يتعمق في لي ديفو فراه درت في الاول واحد الفيديو هضرت فيه على لي ديفو الكتريك اللي كاينين، يعني كاينين 3، كاين سيغ شارج، كور سيركوي، وكذلك لو ديفو دوماس. يعني هادو راه هضرت عليهم بتفصيل يعني في واحد الفيديو، غادي نحطو لكم في صندوق الوصف اللي بغى يعني يتفرج فيه باش يزيد يعني يفهم هاد لي ديفو هادو. من بعد كيجي لو رولي تيرميك. من الرولي تيرميك كنمشيو نيشان لو موطور ديالنا، ومن طبيعة الحال كاين حتى لاميز الاتير ديالنا، يعني ضروري من لاميز الاتير. ف يعني هذا هو لو رولي تيرميك. فالدور ديال الرولي تيرميك الاخوان كيحمينا من لي سيغ شارج. شنو هما لي سيغ شارج؟ هما الاحمال الزائده، يعني اش كنعنيو بها؟ مثلا الا عندي واحد الموتور، مثلا الموتور ديالي كيخدم بواحد 10 امبير، يعني لو كورون نومينال ديالو التيار، لو كورون نومينال ديالو خصو يخدم في الحاله العاديه ب 10 امبير، يعني في كل فاز الا عبرت كنلقى 10 امبير، يعني هذا هو النورمال ديالو في الفونكسيونمون نومينال. ف الا افترضنا ان هذا الموتور هذا حيت ديما الموتور ولا المحرك كيكون مرتبط بواحد لا ماشين،
فإذا افترضنا أن هذا الموتور هذا مثلا هذيك لا ماشين وقع فيها شي حاجة ميكانيك شي ديفو ميكانيك شي حاجة تزير هذا الموتور هذا، شنو تيوقع لومبيراج؟ إلا زيرتي واحد الموتور لومبيراج من طبيعة الحال كيطلع مثلا كيولي مثلا في 20 أمبير، يعني كيطلع لواحد الأمبيراج ديال 20 أمبير. ف إلا بقى الموتور ديالي خدام بهاد 20 أمبير هادي شنو غيوقع ليه؟ غادي يتحرق. ف الجهاز اللي تيحمي هذا الموتور من هذا الديفو هذا هو لو رولي تيرميك. يعني الرولي تيرميك كان ريجل فيه يعني الكورون نومينال ديال الموتور، يعني كان ريجلو على 10، هذا كان ريجلو على 10 أمبير. يعني ملي الكورون تيفوت 10 اللي فوق مثلا في واحد المدة معينة، اش كيدير هذا؟ كيقطع عليه لاليمونطاسيون. يعني هاد يعني هادو هما لي زاباري برانسيبال اللي تيكونوا في يعني في لو شيما دو بويسونس. هذا تيتسمى الاخوان شيما دو بويسونس. لو شيما دو بويسونس هو هذا فيه بروتيكسيون، يعني الحماية، هذه الحماية من لي كور سيركوي، هذه الحماية من لي سير شارج، وكذلك فيه يعني الكونتاكتور اللي هو لاباراي دو كوموند. يعني الى تسد الكونتاكتور كي ديماري الموتور ديالي، الى تحل الكونتاكتور كيسكت. بالنسبه للبراتيك الاخوان، فحاليا صراحه ما بقاش تيستعملوا بزاف هاد لي سيكسيونور بورت فيزيبل، ولاو تيتعوضوا اش بلي دي جونكتور موتور. يعني هادو ما بقاوش يعني تيستعملوا بزاف، يعني غير كاينين غير في هادوك لي زارموار القدام، وهذا اما حاليا تيتعوضوا باش بلي دي جونكتور. يعني الاخوان خصنا نحاول ما امكن دائما في هذه الفيديوهات غادي ديما نديرو الربط بالبراتيك، يعني هذاك الشيء اللي كاين في الواقع خصنا نديرو، يعني نعرفوا شنو كاين في الواقع. غالبا مثلا الناس يقراو هاد الديماراج ديريكت يقراوه بلي بورت بلي سيكسيونور بورت فيزيبل، مثلا ملي كيجي للواقع كيلقى دي جونكتور يعني ما تيفهم والو. الو يعني دائما كما قلت لكم في الفيديو اللي فات خصني غير نفهم الدور ديال كل حاجه. فاستعملنا سيكسيونور بورت فيزيب ماشي مشكل، استعملنا كاين دي جونكتور ماشي مشكل، اي حاجه تستعملات ما عنديش المشكل، حيت انا كما قلت لكم كنعرف انني نقرا الشيما وانني نفهم كل حاجه الدور ديالها. فدي جونكتور هذا هو السامبول ديالو، يعني ولاو تيستعملوا دي جونكتور موتور، وكذلك يعني لي روتيرميك ولاو حتى هما ولا ديجونكتور كيدير الدور ديال الروتيرميك. يعني ديجونكتور تيكون ريغلاج، تيكون فيه الريغلاج، يعني تتريغل فيه الكورون ديال الموتور اللي عندك، و تيدير الحماية من لي كول سيركوي من لي سيور شارج. وبعض المرات يعني كيدار ليهم حتى كتكون فيهم حتى لا بروتيكسيون من لي ديفو دو ماس. يعني الا عندي شي ديفو دو ماس هنا، هذا فيه ان ديفيرونسييل، يعني كيقطع ليك لاليمونطاسيون. حيت في الحالة الأولى فاش كان سيكسيونور بورت فيزيبل، يعني ما كايناش الحمايه من لي ديفو دوماس، كاينه غير من لي كول سيركوي و من لي سيور شارج. يعني ما كان الى وقع شي ديفو دوماس ما كاينش اللي يقطع عليك لا لي مونطاسيون. الوغ دابا كاين دي جونكتور، تيكون دي جونكتور تيحمي من لي كول سيركوي من لي سيور شارج، وكذلك يعني من لي ديفو دوماس. يعني الى لقى شي عندك شي ديفو دوماس هنا في الموتور تيقطع لاليمونطاسيون. يعني كما قلت لكم ولاو لي ديجونكتور كيداروا غير بوحدهم، وهادو حتى هما غاديين تيتاليميناو هاد لي رول تيرميك في لابراتيك. يعني هادشي اللي كاين. يعني دابا مثلا ملي يكون ان ديجونكتور كاين اللي تيستغني على الرولي تيرميك، يعني كيمشي ديجونكتور الكونتاكتور من الكونتاكتور نيشان للموتور ديالنا، وماشي مشكل كما قلت لكم خصني غير نفهم. فحتى الا كان هذا غادي نشوفو، يعني الا كاع كاين الروتيرميك كيفاش كيخدم، يعني في لو شيما دو كوموند. يعني هذه هي لو شيما دو بويسونس الاخوان. يعني كما قلت لكم في الديماراج ديريكت كنهزو لا طونسيون اللي عندنا هنا مثلا 380 فولت. في هذه الحاله مثلا كاين 660، كاين على حساب، المهم كل موتور شحال باش تيخدم ماشي مشكل. ففي الديماراج ديريكت كنهز هاد 380 كندوزها نيشان الموتور، يعني ما كان موضي فيها ما والو، ما تبقيش فيها والو، يعني
ملي تيتسد الكونتاكتور الى لاحظتوا كدوز 380 بين لي فاز، بين هاد الفاز وبين هاد لي فاز ثلاثه كدوز الموتور نيشان، يعني ما كنقيس فيها والو، هذا هو الديماراج ديريكت. فهذا هو لو شيما دو بويسونس. دابا غادي نشوفوا لو شيما دو كوموند. بالنسبه لو شيما دو كوموند الاخوان، يعني حتى هي حيت لا كوموند الاخوان هي صله تواصل بيني انا وبين لو شيما دو بويسونس، ولا بيني وبين الموتور. يعني انا هذا الشيما دو بويسونس ما كنقيس فيها والو، دائما يعني لي بوطون مارش، يعني هذاك الشيء اللي كنقيس انا، بوطون مارش، بوطون اري، اري ديرجونس، كذا كذا، كلشي تيكون في الشيما دو كوموند. يعني اول حاجه في الشيما دو كوموند يعني كيكون عندي حتى هو يعني واحد لا بروتيكسيون من لي كل سيركوي اللي تيكونوا يعني في الشيما دو كوموند، يعني ديجونكتور. يعني هذا تيكون غالبا لاصق فاش في هاد ديجونكتور هذا، يعني هاد ديجونكتور هذا كيكون فيه واحد الكونتاكت اوكسيليير، كيتسمى كونتاكت اوكسيليير، حتى هو لاصق في هذا، كناخدو منه لا كوموند وكندير هنا الفاز اللي بغيت. مثلا انا ندير فاز 1 ماشي مشكل، بغيت ندير فاز 2 فاز 3 ماشي مشكل، الا كانت لا بوبي ديال الكونتاكتور ديالك كتخدم 220 ولا 380 ولا ماشي مشكل. دونك كنهز، هذا هو اول حاجه كاين، يعني لو لا بروتيكسيون اللي هي الحمايه ديال يعني الشيما دو كوموند ديالي. الا مثلا عندي ان ديجونكتور هنا تريفازي ما فيهش سميتو لو كونتاكت اوكسيليير، نقدر ندير ان ديجونكتور اخر ديال خاص يعني بلا كوموند، يعني ان ديجونكتور مونوفازي فيه الفاز والنوت وكنخدم به لا كوموند، ماشي مشكل. كما قلت لكم ضروري ديما نفهموا لو برانسيب. الوغ من يعني من ديجونكتور كنمشيو ما يسمى لاري ديورجونس. اري ديورجونس الاغلبيه يعني كتلقاه كيتسمى اي اري ديورجونس. من لاري ديورجونس كنمشيو لاري هذا هو السامبول ديالو. فالاخوان اللي بغى يفهم الشيما راه ضروري خصو يرجع لي سامبول، يعني السامبول واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، حيت الا بغيت نقرا الشيما ضروري خصني نعرف كل حاجه اشنو كتعني هنا كل حاجه. يعني كاين السامبول ديالها، هذا هو لو بوطون اري، سميه اري. من اري كيجي اش لو بوطون مارش، نقدر نسميه مارش ولا نسميه اس ان ولا ما عليكم، كل شيما شنو كيسمي، كاين اللي تيسمي اس ان، كاين اللي تيسمي على حساب كل شي ما شنو تيدار. يعني براتيكمون يعني تطبيقيا كتلقى كل شي ما كل شركه اش من سميات اللي كدير. يعني من لاماج كنمشي لاش، كنمشي لا بوبين ديالي او لا الكونتاكتور ديالي ا1 ا2، هذا هو لو كونتاكتور ديالي ك ام اه، هذه هي لابوبين ديال هذا الكونتاكتور هذا. يعني الا لاحظتوا راه عندهم نفس السميات، يعني هاد لابوبين هادي راه هي نيت هاد الكونتاكتور، هادو هما لي كونتاكت ديالو وهادي لابوبين ديالو. دونك هنا فين غنديوها الاخوان، غيمشي لاش النوتر، النوتر يعني فاز او نوتر، حيت لابوبين ديالي كتخدم مثلا 220، هذا غير مثال الاخوان، 220 فولت. الى مثلا نفترض حيت كاينين لي كونتاكتور فيهم بزاف ديال الانواع، بزاف ديال لي تيب، يعني كاينين دي كونتاكتور اللي تيخدموا ماشي لا بوبين ديالو ماشي 220، تقدر تلقاها مثلا 24 فولت، 24 فولت. يعني اش غندير في هذه الحاله، هذه ما غاديش نجيب 220 ونعطيها لا بوبين، غادي تحرق. الوغ ممكن انني نهز الفاز، اش غندير هنا، ندير واحد المحول او لا واحد ترانسفورماتور، نهز ندي ليه فاز وندي ليه نوت، وغادي يعطيني اش، غادي يعطيني 24 فولت ديالي، وهاد 24 فولت هي باش غنخدم لو شيما دو كوموند. يعني راه ماشي كيما قلت لكم، ما خصنيش نحفظ كل اباراي، كنهز الكونتاكتور كنشوفو، كنشوف لابوبين ديالو شحال باش كتخدم، كنشوف هذا، يعني غير فهمت البرانسيب، هذاك الشيء الاخر ماشي مشكل. كيما قلت لك الا عندي 24 فولت ما غاديش نجيب 220 ونص على الكونتاكتور، غندير ان ترانسفورماتور ديالي هنا وغن
نجيب 220 وندخلها لا كوموند ونخدم على راحتي. كاين اللي تيكون 48 فولت، كاين اللي تيكون 380 حتى هو، يعني لا بوبين براسها ديال الكونتاكتور كتلقاها اش، كتلقاها اش 380. يعني ما غاديش نجيب هنا، ما غاديش نجيب يعني فاز اون نوتر، غادي نجيب فاز ان مثلا، فاز دو، يعني غادي نهز واحد من هنا واحد من هنا، وغادي ندير واحد الديجونكتور مونوفازي وغنخدم لا كوموند ديالي. الا كانت لابوبين ديالي مثلا كتخدم باش 380 فولت، دابا نفترضوا اننا ان لابوبين ديالنا كتخدم 220 فولت، فهذا هو لو شيما دو كوموند. دونك باش نفهموا الفونكسيونمون كيفاش تيخدم هذا الشيما الاخوان، اشنو تنديروا في اول ايطاب؟ كنسدوا مثلا، كنسدوا اش ديجونكتور ديالنا، يعني الا سدينا هنا هذا راه مرتبط بهذا، حتى هو غادي يتسد وغادي يدوز، يعني غادي يدوز لا طونسيون هنا. ملي توصل للبوطون مارش اش غندير انا؟ كنجي كنوطى على بوطون مارش. الا وطيت على بوطون مارش اش غيوقع لي الاخوان؟ لا بوبين ديالي اش يعني كتاليمونطا، و الا طاليمونطات لا بوبين اش كدير؟ كتسد هاد لي كونتاكت هادو و تيخدم الموتور. يعني هذا هو غير هو في هذه الحاله الاخوان كاين واحد المشكله. شنو هو هذا المشكل؟ هذا هاد لي بوطون هادو الا شفتوهم هذوك لي بوطون الخضرين ديال المارش، راه ملي كتوطى عليه كيتسد غير كتطلقو اش كيعاود يتحل. يعني الا وطيتي عليه هنا اش غيوقع؟ غيخدم الموتور ديالك، ولكن الا طلقتي البوطون غادي يتحل وغادي يسكت، يعني غيولي يخدم ويسكت. هذاك الشيء علاش يعني باش يبقى موطى انا غير على بوطون مارش ويبقى يعني الموتور ديالي خدام، اشنو خصني نزيد؟ خصني نزيد واحد الكونتاكت اللي كيتسمى لو مانتيان، اللي هو هذا، حتى هو لاصق في الكونتاكتور، يعني واحد الكونتاكت اوفي هو هذا كيكون لاصق في الكونتاكتور، كنزيدو هنا. علاش؟ ملي نوطى على بوطون مارش اش كيدير؟ يعني كدوز على موطاسيون لا بوبينه، واش كدير؟ كتسد هذا وكتسد هذا، يعني كتسد هاد الجوج هادو. الا لاحظتوا الا تسد هذا اش غيوقع؟ ديما لابوبين ديالي واخا نطلق هذا، يعني واخا يبقى هذا يتحل هذا، يعني لابوبي كتبقى اليمونتي، يعني وديما الموتور ديالك كيبقى خدام. بغيت نسكت اش كندير؟ كنجي كنوطى على لو بوطون اري. الا وطيتي على لو بوطون اري يعني ديك الساعات الكورون خدام. دايز ملي نوطى على لو بوطون اري هذا كيتحل، اش غيوقع لهذا الكونتاكتور؟ هذا لابوبين غادي تقطع عليها الضو. واش غدير؟ غادي تحل هذا وتحل هذا وغادي يسكت لو موتور ديالي. ومن طبيعة الحال هذا حتى هو لو بوطون اري، هذاك البوطون الاحمر، حتى هو ملي كتوطى عليه كيتحل، هو العكس ديال المارش، ملي كتوطى عليه كيتحل غير كتلقو كتعاود كيعاود يتسد. يعني هذا الشيء اللي كاين في لوشيما، هذا هو لوشيما، كيتسمى لوشيما شيما دو كوموند، يعني ديال التحكم دو كوموند. يعني ونقدر نزيد بزاف ديال الحوايج، راه ماشي كيما قلت لكم، راه هذا ماشي هادشي دائما اللي كيدار. يعني بعض المرات كتلقى شي حاجه موديفي، كتلقى كيدار المرات مثلا بغيت ندير انا واحد لا لومب مثلا خضراء، الى الموتور مديماري خص اش خص هذيك لا لومب تشعل. مثلا كنهز واحد الفاز، فاز كندخلو الانديجونكتور مثلا على حساب لا بروتيكسيون ديالها، ديجونكتور كو دو مثلا، وكان ندخل لهاديك لا لومب، يعني مارش كنسميها مارش، و كندير ليها النوتة ديالها حتى هي. يعني اش غيوقع؟ لا بلاتي سمحوا ليا، كنديه بعدا لكا ام ان، يعني كنديه ثاني لواحد الكونتاكت في الكونتاكتور ديالي، نديه لهنا. يعني اش كنديرو؟ يعني ملي تكون هادي مأليمونتي كتسد هذا، يعني كتسد هذا، يعني ملي ديمار الموتور ديالي اش غيوقع لهاد لا لومب هادي؟ يعني حتى هي كتشعل، يعني بوطون مارش. ونقدر نزيد واحد يعني لومب مارش، يعني نقدر نزيد واحد البولا يعني حمراء دير العكس، يعني الا كان الموتور ساكت شعل، كان الموتور خدام كطفى. يعني كاين بزاف ما يدار، يعني كما قلت لكم حاول ما امكن انك تفهم لو برانسيب. ملي تكون فاهم لو برانسيب اي حاجه كما كانت يعني كتكون سهله. و يعني نقدر كاع ما نديرش هذا الشيء كاع اللي دابا هنا، نقدر يعني نقدر غير نهز من هنا، لاحظتوا غير من هنا، هذا من طبيعه الحال ما لاصقينش،
الا ما لاصقينش كنديروا هاد العلامه هذه، يعني هذا راه ما لاصقش مع هذا، وكنجيو كنديروا لا لومب ديالنا وكنديروا لها المتر لومب، يعني ملي يكون هذا مسدود اش غيوقع لهاد لا لومب هذه؟ كتشعل. ملي يكون هذا محلول هاد لا لومب كطفى. وكما قلت لكم كاين بزاف ديال المسائل اللي كيداروا، غير خصني نفهم البرانسيب. كاينه واحد القضيه كذلك كدار يعني حاليا، يعني كتكون في لابراتيك براتيكمون، تنهضر معكم انا ديما، يعني كنشوفوا شويه ديال التطبيقي ونشوفوا حتى اش نشوفوا النظري ونشوفوا كذلك التطبيقي. يعني كاين اللي ما تيديرش كاع، ما تيديرش بوطون مارش، ما تيديرش بوطون اري، اش كيدير؟ كيجي كيدير لك واحد اش واحد سيكسيون، واحد الكوميتاتور، عفوا كوميتاتور. يعني شنو هو الكوميتاتور؟ هو هذاك يعني تسميوه الساروت، يعني تيكون فيه زيرو واحد. ملي كديرها ملي كتفضل لواحد، يعني اش كيوقع ليه؟ كيتسد. الا تسد هذا اش كيوقع؟ لابوبين ديالك كتاليمونطا وكيخدم الموتور، تيبقى مسدود. الا رجعتيه للزيرو يعني كيتحل. اش كيدير؟ يعني كيحل لاليمونطاسيون على لابوبين ديالي، وتيسكت الموتور. يعني كاين بزاف يعني ديال المسائل كيدارو، يعني خصني دائما انني نكون. والا مثلا كما قلت لكم، الا كاين الرويتيرميك باش تفهموني حتى هاد القضيه ديال الرويتيرميك، يعني نفترض ان الرويتيرميك كاين، اش كنجي كنديرو واحد الكونتاكت هنا خاص يعني ديال هذا الرويتيرميك، يعني الشيما ديال لا كوموند كنجيبوها من لاري ديرجونس، كندخلو الكونتاكت ديال الرويتيرميك. الرمز ديالو هو هذا، هو الرمز ديالو، يعني كنسميوه مثلا سميناه هنا اف ان، حتى هذا كنسميوه اف ان. يعني اش كيوقع؟ كما قلت لكم الا وقع لينا واحد السيرشارج هنا، اش غادي يدير هذا؟ غادي يحل هذا الكونتاكت. الا تحل هذا الكونتاكت هذا الكونتاكتور كي لابوبين كديزيكسيتا، و تيتحل الكونتاكتور و تيسكت الموتور ديالنا. كاينين بعض المرات لي كوفري ما تيكونش فيهم كاع، ولا لي زارموار ما تيكونش فيهم لاري ديرجونس، يعني كيكون ميشان هكا غادي للروتيرميك ديالي، الكونتاكت ديال الروتيرميك، من الكونتاكت ديال الروتيرميك كيمشي للكوميتاتور و تيمشي لكا ام ان. يعني بزاف ديال المسائل، كنتمنى انكم فهمتوا البرانسيب، و يعني هادشي اللي كاين في الديماراج ديالك الاخوان. مازال ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشوفوا لو ديماراج، يعني بار ديمارور الكترونيك. فإلى عجبكم الفيديو الاخوان، ما تنساوش ديروا لايك، وكذلك تضغطوا على زر الجرس، يعني باش يوصلكم الجديد ديالنا. واللي عندهم طبيعة الحال شي اسئله ولا شي ملاحظات، فالباب مفتوح. وما تنساوش الاخوان ابونا في لاشين، ويعني تبارطاجيو مع اصحابكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.